واقي الشمس. من الأساسيات المهمة جدا لكل الناس، راجل كان أو ست، في كل الفصول سواء الصيف أو الشتاء، خصوصا إن احنا في منطقة الخليج ومصر أو تقريبا البلاد العربية كلها، بقى تقريبا كل سنة عندنا صيف، درجة الحرارة بتوصل بتعدي 50 درجة بكتير. وزي ما احنا عارفين، زي ما أشعة الشمس مهمة وأساسية، زي ما ليها أضرار كبيرة جدا على المدى القريب إنها بتسبب التجاعيد، وعلى المدى البعيد إنها بتسبب لا قدر الله سرطان الجلد. ويكفي إن أنا أقول لكم إن سرطان الجلد هو السرطان رقم 1 في العالم، وعشان كده محتاجين نحمي بشرتنا عن طريق استخدام واقي الشمس. في الفيديو ده هنسهل عليكم مشكلة اختيار واقي الشمس المناسب، وكمان هنعرف يعني ايه SPF، وهل نوع واقي الشمس هيختلف على حسب نوع بشرتي ولا لا. جاهزين نبدأ؟ يلا بينا نبدأ. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. موضوعنا النهارده هو واقي الشمس. اول حاجه لازم تعرفها ان اشعه الشمس مش نوع واحد، هما تقريبا 5 انواع وبينقسموا عن طريق الطول الموجي، لكن ده ما يفرقش معانا. كل ما زاد الطول الموجي زادت قدرتها على اختراق طبقات الجلد وزاد طبعا الضرر. اهم 3 اشعه يفرقوا معايا هما اليو في بي، وده يمكن الاقل ضرر، وده المسبب الرئيسي بيعمل ايه حروق الشمس. وعندي اليو في اي، ده النوع اللي بيسبب حرق الجلد بدرجة أعمق لأنه هو بيخترق الجلد، والنوع ده بيسبب التجاعيد وهو مسبب الرئيسي لعلامات تقدم السن والتصبغات. أما النوع الثالث عندي هو الإنفرا ريد، الأشعة تحت الحمراء. مشكلة الأشعة تحت الحمراء بتدخل جوه جدا جدا، وهي النوع ده اللي بيخليك تحس بالحرارة وسخونة الشمس. يفرق معايا إيه إن أنا أعرف إن في 3 أنواع للأشعة مهمين؟ يفرق معايا لما أجي أختار النوع واقي الشمس أكون متأكد إن هو بيحميني من 3 أنواع مش من نوع واحد بس. السؤال يجي هنا، طيب يعني إيه SPF اللي بلاقيها مكتوبة على العلبة؟ هل في حاجة اسمها فعلا 100% حماية من الشمس؟ طيب خليني أقول لك إن SPF هي اختصار لسن بروتكشن فاكتور، يعني مقياس قدرة واقي الشمس على الحماية من أشعة الشمس. بمعنى آخر بسيط قوي، يعني لو عندي علبة مكتوب عليها SPF 30، معناها إيه؟ معناها لو كان الوقت اللي بياخده جلدي عشان أو بياخده وشي عشان يحمر من الشمس هو 20 دقيقة، لما هحط واقي الشمس 30 ده معناه إنه هو هيأخر ان هو يحصل لي احمرار او حرق 15 مرة. وطبعا الكلام ده نظري، يعني هيبقى قد ايه؟ يعني تقريبا 7 ساعات ونص. برضو بقول الكلام ده نظري. يعني ايه SPF 15؟ SPF 15 بتمنع 93% من الاشعة فوق البنفسجية ان هي تخترق الجلد، 93%. SPF 30 بتمنع 97%. SPF 50 و50 بلس بتمنع 98%. شايفين؟ من 15 ل 50 و50 بلس كله متساوي، 93 97 98%. طبعا مفيش حاجة اسمها 100%، هو كل ده ماركتينج وكله عادي، يعني مش فارق قوي. المهم ان انت تختار النوع اللي مناسب لبشرتك والنوع اللي بيشتغل على الـ3 انواع. طيب ازاي اختار بقى واقي الشمس المناسب؟ اقول لك على شويه نصايح هتفيدك جدا في الموضوع ده. زي ما قلت، اختار النوع اللي يكون بيشتغل على الـ3 انواع من الاشعه زي ما اتكلمنا. تاني حاجة، لو اشتريت أغلى نوع واقي شمس بمجرد ما تحطه لازم تحط تاني بعد 2 ساعة، ولو نزلت المية لازم ترجع تحط تاني. مفيش حاجة اسمها هي ووتر ريزيستنت أو عازل للمية. لو انت حاطط أيا كان اللي انت حاطه مجرد ما تنزل مية وتطلع لازم تحط تاني. رقم 3، لو بشرتك أو بشرتك حساسة أو هتتعرض للشمس لفترة طويلة، أو لو كنت من الأطفال لازم نستخدم حاجة يعني بتشتغل بشكل فيزيائي وكيميائي مع بعض، بغض النظر يعني نشتغل حاجة فيها أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، لأنه هما أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم بيشتغلوا بشكل عازل. يعني إيه عازل؟ يعني كأنك دهنت طبقة عازلة كده، لما بتيجي الخلية عليها بتبدأ ترتد تاني وما بتسمحش للجلد إن هو يمتصها. زي ما قلنا أكسيد الزنك بيمنع اختراق الأشعة للجلد، عشان كده ده بيكون أحسن أنواع بالنسبة للأطفال لأنه ما بيسببش أي نوع من الحساسية. بس هو عيبه إن هو بيدي لون ابيض. عشان نعرف الحاجه فيها اكسيد زنك ولا لا، هتلاقي لو هي اديتك لون ابيض يبقى فيها اكسيد زنك. على فكره اكسيد الزنك ده اللي هو هتلاقيه موجود في كل الحاجات اللي بتستخدم للوقايه من الحفاضات زي البيديا ديرم وزي السودو كريم. لو فرضنا ان انت طالعه بره وكنت ناسي السام بلوك بتاع ابنك، انت ممكن تحطي له على فكره سودو كريم على وشه يشتغل كواقي للشمس ما فيهوش اي مشكله. رقم 4، لو البشره دهنيه يبقى هنستخدم النوع اللي مكتوب عليه فلويد. ليه الفلويد؟ لان الفلويد ده بيكون الزيت فيه قليل، طبعا الكريم بيكون فيه زيت كتير فبيستخدم للبشرة الجافة، أما الفلويد بيكون الزيت فيه قليل أو دهون فيه قليلة فبيستخدم للبشرة
الدهنية، عشان لو حطينا زيت على بشرة دهنية هيزود من ظهور الحبوب. رقم 5، وقي الشمس، بيفضل ان هو يدهن قبل التعرض للشمس بنص ساعة 30 دقيقة، وزي ما قلنا هنكرره امتى؟ هنكرره كل ساعتين. رقم 6، لو انت تعرضت للشمس فترة طويلة وحسيت ان في احمرار، تخدم حاجة من حاجات الافتر سن. حاجات الافتر سن بيكون فيها حاجات مرطبة وكمان بتكون ليها تأثير بيبرد على الجلد، حاجة زي ايه، حاجات موجودة في السوق كتير. قبل ما تحط الجل ده دايما خد دش بارد، واستخدم حاجة من اللي موجودة في السوق، حاجة زي استتفيل دي لونج افتر سن، او عندك من البيوديرما كمان موجود افتر سن، ونيفيا ويورياج، كل الحاجات اللي موجودة في السوق عندهم افتر سن برودكت او بعد الشمس. ده كان ببساطة وقي الشمس وازاي اعرف اختار النوع المناسب، وادينا لكم 6 نصائح ممكن على اساسهم تختار احسن نوع موجود عندك في الصيدليه. طبعا زي ما الناس بتسالني ايه اللي ممكن ترشحه موجود، ارشح لكم من الصيدليه، بس ده يمكن موجود بس في الامارات، حاجه اسمها دكتور جراندل، اس بي اف بتاعته 50. انا بحب الحاجات الالمانيه، فبيدي تاثير حلو جدا، لان هو كمان مش بس واقي الشمس لكن معاه فيتامين اي، وفيتامين اي زي ما احنا عارفين اصلا بيحمي وبيرطب ومضاد للاكسده ومضاد للالتهاب، فبيساعد كمان انه يمنع اصلا حروق الشمس انها تطلع. عايز تروح لحاجه تانية، فممكن حاجه زي استتفيل دي لونج، من الحاجات اللي انا جربتها ولقيتها كمان كويسه جدا وتاثيرها حلو ومش بتسيب لون على البشره. اتمنى الموضوع نكون بسطناه بشكل مختلف عن اي فيديوهات تانية، وشكرا جزيلا لكل الناس اللي بتشوفنا، واتمنى ان احنا ما نتاثرش بالدعايه وبالحاجات اللي موجوده في التلفزيونات. دايما خلي الست نصائح دول فكر فيهم دايما قبل ما تيجي تختار اي نوع. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء ان شاء الله من جوه الصيدليه. اشوفكم على خير.